ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في رحاب الخلد تمضي قدمي، من ثنى عزمي ولا هان دمي، من دمي تزهر أشجار المنى تتغنى بالغد المبتسم. هكذا يرثي الشاعر خالد سلام شهداء ثورة الشباب السلمية. نعم، إنه فجر جديد في حياة اليمنيين، تقاطر نوره على شباب أحب النور والحق أكثر من أنفسهم فسطروا أروع الملاحم. الشهيد عزمي خالد المقرمي يملك روحا بحجم الوطن يشع بالطهر والفداء، هب ملبيا للنداء فانضم مبكرا لساحة التغيير بصنعاء، شارك رفاقه في مجابهة الطغيان والاستبداد بصرخاتهم المدوية بالحق وإيمانهم المطلق بعدالة قضيتهم. كان الشهيد عزمي خالد المقرمي في الصفوف الأولى لمسيرة الثلاثاء 27 أبريل 2011 مستبشرا بنصر الله، وحين بدأت المواجهة تصدى بصدره العاري للرصاص ليلقى ربه منتصرا. أهم الصفات التي كان يتحلى بها الشهيد عزمي، اولا كانت اهم صفه فيها اخلاقها العاليه ايضا وابتسامتها التي لا تفارق وجهه، وكان لديه طموح في كما نراه طموح كبير في المستقبل. ايضا كان متفاعل ومثل ما نقول شخصيه اجتماعيه، يعني لا تكاد ترى احد الا يحبه ويسال عنه. سقط الشهيد عزمي المقرمي قبل أن يكمل وجهته في مسيرته السلمية، حيث تلقته رصاصة الغدر ليسقط شهيدا بيوم الديمقراطية. أول ما خرجنا كلمنا احنا الشهيد عزمي، هل أنتم على الوضوء؟ قلنا له بنسير ونتوضي. سنا نتوضي بعدين جمعنا كامل خرجنا اتجهنا جينا بجولة مذبح، على طول من عند جولة مذبح جينا بجامعة الإيمان، من جامعة اليمن جولة عمران حتى قريب ملعب الرياضة. في حالة شفنا الحاجز قدامنا بلاطقة مليان، قاموا بإطلاق الرصاص من الشارع الرئيسي، من الشارع الرئيسي وقبل الشارع الرئيسي المنفذ اللي قبل ملعب الرياضة بيت الغفري، هذا أطلقوا ثاني من ناحيتين من الشارع الرئيسي من المنفذ جنب ملعب الرياضة، أطلقوا الرصاص بكثافة. بعدين تفرقنا لما توزعنا، شوف كل واحد حجار كذا، هذاك الوقت ضيعته أصحابي كامل. حصلت بعدين الساعة تقريبا كذا الساعة 6 تحمل عدن الملك صاحبي وأنا قدام الملعب، بعدين جلسوا حق كذا حق 4 ساعات 5 ساعات اطلاق الرصاص. كنا في المقرى حاول انه يقدم احنا المقدمة، امشي يتكلم احنا عن المسيرة كذا ما بتلهف، يعني كان همه يعني الهم الاول هم الاخر ما همه للدنيا نهائيا. لقد انطلق الشهيد عزمي خالد المقرمي من هذه الخيمة الصغيرة بحجمها العظيمة بشبابها الذين ملؤوها فكرا ورؤية نحو بناء يمن المستقبل، فهم ينشدون التغيير كما كان الشهيد عزمي الذي يتطلع إليه ويستعجل في تحقيقه لهمته العالية، فروحه طواقة لمستقبل مشرق الذي رسم معالمه في فكره النير. الشهيد عزمي خالد شمسان كان يعني منذ صغره كنت أرى أنه الطالب الاجتماعي والطالب النشيد، يمتاز ما بين الطلاب كلهم بالنشاط والحيوية، كنت دائما أستخدم هذا الطالب يعني بالأنشطة رحمه الله، كان نشيط جدا وكان يعني
كغيره من يعني كأفضل واحد من الطلاب، يعني عنده الحيوية، عنده النشاط، عنده روح المثابرة وكذلك روح الجدية. كنت أعرف هذا في الرحلات وفي النزهات وكذلك في داخل الحلقة، كان دائما ما يتبنى أنشطة، دائما ما يتبنى يعني أشياء تفعل الطلاب. ولهذا افتقدنا إنسان يعني نشيط وحيوي، افتقدنا إنسان اجتماعي كان مرح، دائما كان مرح، لم أره يعني يوم عبوس أو يوما يعني متشائم أو يوما، كان دائما يعني مثابر نشيط حيوي. هذا كان الشهيد عزمي، ولهذا نظن أننا خسرنا هذا الشهيد رحمه الله. الشهيد عزمي خالد توأم بين أهداف الثورة وحلمه في إسعاد الآخرين، نفذ إليها بروحه المتلألئة فزادته وهجا وألقا ليكون شهيدا ويخلد ذكره عبر الأجيال. يحكي لنا أخو الشهيد الأكبر عزام خالد المقربي الذي يرابط في خيمة الشهيد ويحمل راية التغيير خلفا للشهيد. كان السند لي، حتى أننا كنا نشتري الملابس نفس، كان حتى في الفترة الأخيرة كنت أنا ألبس لبس أشوفه يلبس دائما مثلي، الله علي ليش لا نفسي دائما انتقم نفسي دائما ننتقل في الدراسة بنفس نفس المدارس إلا في الثانوية بعد ما أنا انتقلت للجامعة. كان شخصية اجتماعية بشكل كبير، يعني يربط علاقات مع الجميع بغض النظر عن انتمائه عن أخلاقه، حتى لو كان ما يرتاحش في الشخص سلبيات أو شيء لكن يربط معه علاقة على قدر شخصية هذا. وهذا ما لاحظناه حتى في مو يعني في العزاء، شخصيات يعني جاءوا كثير بشكل كان لا يسوى. تقريبا الساعة الخامسة يتصل لي انه في مسيرة خرجت، بعد ذلك بفترة يتصل الوالد فجأة هكذا يقول لي اذهب الى البيت تصبر الوالدة، هذا اخوك استشهد. يعني كانت صدمة بشكل ما عدريت ايش اعمل، كنت يعني لحظات مريرة. مثل رحيل الشهيد عزمي خالد فاجعة لأهله، لكن إيمانهم بالقضاء والقدر جعل تلك المصيبة حافزا في استظهار مواهب أفراد عائلته. فهذا والد الشهيد الأستاذ والرسام خالد شمسان المقرمي، هو الآخر ناشط في الثورة الشبابية ورئيس إحدى الحركات الثورية في ساحة التغيير بصنعاء. فقد كان للشهيد قدوة حسنة التي يستضيء بنورها، كان يخرجان معا في المسيرات، لكن في يوم استشهاده خرج الشهيد عزمي بمفرده دون أبا فكان شهيدا. ذهبنا أنا وإياه إلى الساحة، أنا ما استطعت أخرج في هذاك اليوم لأنه كان عندي تمزق في الأرجل من المسيرة الأولى، فخرج يعني أجينا والشباب الخيمة وجلسنا أعلنوا الخبر بانطلاق المسيرة، فخرج. طبعا هو كان يخرج كل المسيرات وكان حريص على أن لا يترك شاب في سنه في داخل الخيمة أبدا، كان يخرجهم جميعا إلا الذي هو أكبر منه سنا، كان ما يعني الحاجز كبر السن وكذا كان ما، لكن يقول بأنه أنا سأخرج الشباب ومن أراد من الكبار هو بيفهم الموضوع فأخرجهم. كان في بعض الشباب مترددين فأخرجهم حقيقة عنوها. قبل الانطلاق أنا نبهته في كلمات هكذا صيحت له قلت له تعال قلت له شوف أنتم الآن، لأنه عارفين المسيرة فين بتتجه كلها، قلت له سبحان الله العظيم قد يعني يحدث مواجهات قد يحدث كذا، انتبه تهرب للفتحات أو الأصغر أو مثلا إذا تراجعت أو كذا، المهم بأنه لا تحاول أن تجعلهم أن يمسكوك يعني أو يعتقلوك، حاول بأنك يا أما تهرب تصرف يقتلوك ولا إيش ولا يعني يحتجزوك، لأنه حقيقة الشهادة عندي وعنده كذلك أهون من التعذيب الذي يحصل لمن يعتقل. والد الشهيد عزمي ثقة بالنفس عالية استمدها من ثقته بالله، لا تجد علامات الحزن المألوفة
بفراق ابنه الشهيد، لأنه يدرك أن التغيير مرتبط بالتضحية. روحه شفافة، فهو رسام يجيد قواعده. ساعده ذلك على رسم صورة الشهيد عزمي، لوحة فنية بديعة تأسر المتأمل فيها بامراءة الطفولة المفقودة بالعنف. هذه اللوحة الإبداعية يهديها والد الشهيد لابنه عزمي. كان استشهاد الولد عزمي في تاريخ 27/4. طبعا هذا موقف من المواقف العظيمة في حياتي، يعني بحكم أنه استشهد، وهذه منزلة لا ينالها إلا من اختصه بالله سبحانه وتعالى. فتجددت عندي قريحة الرسم في هذا الموقف، فبدأت أرسم له هذه اللوحة. وفي برضو كذلك كانت هذه في 15/5، واللوحة الأخرى برضو كذلك ستشاهدوها في البيت لنفس الصورة الذي في جانبا، برضو كانت في تاريخ 19/4. يعني استمرت هذا يوم، وهذه برضو كذلك يوم في الرسم. هذه العملية بحيث ليش عملية رسم هذه اللوحة أو رسم هذه الصورة، لأنه لابد الرسم هو عبارة عن إحساس، عن عاطفة خاصة من خلال مزقك للألوان، من خلال ملامح الوجه، من خلال يعني الرسم تعبر عن إحساس الرسام المرهف. أيضا كذلك تظهر جوانبه العاطفية من خلال الرسم، سواء لمناظر أو لأشخاص. فأردت أن أعبر عما يقول في خاطري من خلال اللوحة هذه التي تشوفها أمامك. اصطحبنا والد الشهيد الأستاذ خالد شمسان المقرمي إلى منزله الذي يبعد قليلا عن ساحة التغيير. فهذا الحي سمي باسم الشهيد عزمي، وعند دخولنا منزل الشهيد يروي لنا والده أن هذه الأشجار والتي تزين ساحة المنزل هي غرس عزمي الذي كان يعتني بها ويتعهدها باستمرار. هنا تجتمع العائلة بدون الشهيد عزمي، لكن الحديث لا يخلو من ذكرى. جراح مثخنة بالفراق، وصمت وتساؤلات عند صغار الأسرة تبحث عن إجابة. هل سيعود عزمي ليكون بيننا من جديد؟ فقد بدأ والد الشهيد حديثه عن قصة الشهيد عزمي بقوله: الولد عزمي رحمة الله عليه من صغره كان يتميز على أقرانه أو إخوانه بالحركة، بالنشاط، يعني كثير الحركة، وكثير حتى أنه كان أي شخص يلتقي به منذ صغره كان يعجب فيه كثير، يعني كثير أنه مرح، يأتي إذا أتى أي حتى لو أتى إنسان زائر وكذا تجده بأنه يعني يدخل إلى المجلس، يدخل إليه، يبدأ يحاور، يبدأ يعني يضحك معه، يبدأ فتجد بأنه ينسجم معه بشكل كبير جدا منذ صغره. عكس أخوها الأكبر، حيوي زيادة يعني مع هذا الجانب. إضافة إلى أن الولد عزمي رحمة الله عليه كان يتميز أيضا كذلك عن إخوته بحسن المظهر، طيب الرائحة، الابتسامة لا تفارق شفتيه، منظم أموره، مرتب، يعني مميزات، يعني عنده الصفات الجمالية يعني متوفرة فيه بشكل كبير جدا، ومهتم يعني فيه بشكل كبير جدا، حتى أنه كان يعني منذ صغره لا يمكن يعني يأتي ينام في فراشه إلا بعد ما يعطر وسادته. إذا أراد المذاكرة أو يشتي يذاكر لابد أن يبخر الغرفة الذي فيه وكذا، حتى أنه أصيب بتحسس نتيجة لدخان العيش البخور هذا. فبشكل عام يعني كان مهتم بهذا الجانب، وهو متميز عن إخوته بهذا الأمر. إضافة إلى أنه كان كل شيء
يعني الأمور المهنية، هذه الأمور المهنية كانت يعني راسخة في أعماقه. ما في شيء في البيت إلا وهو يصلحها كذا متعود، ما في شيء في البيت إلا وهو يعمله. أيضا كذلك خدوم، كان خدوم واجتماعي كذلك في نفس العيش في نفس الوقت. كان عزمي حنون، كان عزمي بار مطيع، كان ذراعه اليمين لابو وليا ولاخو عزام لكل اخوانه، كان دائما يعني كل طلباتي يجيب ليهن عزمي. حتى لما يخرج يقول لي اي خدمه يما، تشتي شيء شفعل لي، تشتي حتى المطبخ لما ندخل المطبخ يدخل يقول لي ايش تشتي شيء شي اساعديك علميني وانا شطبخ لك شو اعمل لي شفعل لي. السفر دائما كان يسافر بعزمي، لو سافرت البلاد يسافر بعزمي، حتى يعني خولاته كلهم يسافر بهم عزمي. كل المقاضي نتقضينه، حتى لما لو اني ما نش فاضي يخرج معه يخرج لحاله من كثر يعني قدر يحفظ ايش، حتى لما نكتب له المقاضي يكتب له بس الاسم هو عارف كم يجيب وكم. حتى ابو دائما كله يجيب له المقاضي، يجيب له اي شيء يخرج يصلح له حق الباب ورفع كل شيء. عزمي نشيط من عاده صغير ان شاء الله، له يعني نشيط بالعمل كذا، يحب يعاون الناس. أخذهم معي ومع جيرانه ومع أصحابه، ما فيش لو في عرس بالحارة لازم يقف مع أصحابه يروح آخر الليل، لو في حد شي بني، لا في حد أي معه مرض معه موت معه شيء، عزمي أول واحد يعني مع عندهم. يخدم كل الناس، كل أصحابه يحبونه لأنه خدوم، لسانه حلو، يصاحب الكبير والصغير، حتى الأطفال بالحارة يبكوا على عزمي وزعلانين على عزمي، كل الصغار حق بغرفهم حق عزمي، لأنه يخرج يلعب مع الصغار وصافتهم، الكبار يعاملهم باحترام ومصاحب يصاحب الأب وعياله. كلهم يعني يشكروا في عزمي، ما الحمد لله أنه كان يعني ولد بر بأبوه وأمه، وكان حنون على أخوانه. كان الشهيد عزمي المقرمي يملأ مكانه رغم صغر سنه وتحت لباسه الأنير روحا اجتماعية منحته حب الآخرين، فقد امتلك جمال الروح والجسد معا، وأضفت عليه الثورة كمالا وإشراقا، فانطلق من نافذتها إلى عالم فسيح كما كان يتمنى في إسعاد الآخرين ورفع راية اليمن عاليا بعد انكسار مديد. نحن نعاني من الظلم ونعاني من الفساد ونعاني من الضياع والتيه في هذا البلد، والبلد أصلا كانت سائرة إلى هاوية، كانت سائرة إلى هاوية، لكن الله سبحانه وتعالى أراد الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب لأن تثور هذه الأمة. فلذلك لو عدت إلى الفيسبوك في عبارة له يقول، ما أدري هل هو اقتبسها أو كذا، لكن أنا وجدتها في الفيسبوك فأعجبت فيها. يعني يقول: يا شباب الثورة، إذا التقت عبقرية الإنسان بعبقرية الزمان يولد التاريخ العظيم. يعني كلام كبير أكبر من مفهوم الشخص نفسه سنا، تجد أنه الكلام أكبر منه في هذا الجانب. ولما تجي تشوف الكلمة هذه يعني عبارة يعني مش يعني عبارة دقيقة وعبارة كبيرة جدا يعني. فلذلك نحن عندما بدأت الثورات يعني الأمور مختزلة في أوساط الشعب اليمني بشكل كبير. سابقا ما كانت الثورات التي قامت إلا عامل محرك أو حافز تدفع الآخرين إلى أنه ينحو نفس هذا المنحى. فلذلك حقيقة الله سبحانه وتعالى ألهمني بأنه أربي أولادي أولا على حب وطنهم، وحب الوطن أيضا من حب الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك بأنه الإنسان الذي يسكت على الظلم شيطان أخرس. فتربينا وربينا أولادنا على هذا المنحى فأخرجناهم إلى الساحات بأنفسنا، ونحن نعلم أنه يعني ممكن يلاقوا المصير يعني مصير القاتل ومصير كذا، لكن أيضا في نفس الوقت نعرف بأنه الثمة يعني المقابل هي حب الله سبحانه وتعالى للأسرة وللولد هذا الذي استشهد، والله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا من هذه الدنيا.
كان خبر استشهاد الشهيد عزمي بالغ الأثر على أفراد عائلته، لكن أم الشهيد أخذت النصيب الأكبر. تراتيل الحزن تلازمها ولم تنسها الأيام وإن تعاقبت. حين تحكي عن الشهيد ينفجر الألم. هذيك اليوم عزمي يعني أقهو أني كنت وقد نايم، أقول صحين الساعة 10:30 الصباح يقول لي أنا يعني إذا كنت تشتي شيء أخرج أشتري لك، تعالي نخرج أنا وأنتي نشتري لك حاجة. طبعا قد قلت له اليوم الأول وبكرة نخرجنا نجيب مقاضي. قام تغسل وتصلح كذا وتأنتك وقال صيح لي تعالي نخرج نشتري. خرجنا أنا وهو، عمل للطريق يعني عمل للطريق وساكت يعني، وعزمي مش من عادة انه سكوت، دائما يضحك يمزح. وكنت اقول له ايش في باك؟ قال لي نحس اليوم في بيا خمول كذا يعني تعبان، مدري ايش في بيا، حتى لما نعمل حاجه اعمل كذا وانا مدري كيف انا. اقول له ايش يعني ايش تحس؟ قال احس كذا بخمول، ما في بيش طبعا حتى اتكلم يعني عندي. وبعد يعني رحنا انا وهو اشترينا ورجعناه. طيب ادخل، اقول له حتى لما وصلنا ندخل علشان نتغدي. قال انا بنزل عند واحد وبرجع عند واحد صاحبي شوية، نتصل له وقل لي ما بروحش اتغدي، نروح اتغدي عند صاحبي. هذيك اليوم كان عرف ان الشيخ قريشة، روحنا من المستشفى راح زاره وراح للجامع. قال لي امام الجامع صيح بالميكروفون علشان الشيخ توفى، وصلى بالجامع جماعة تغدى هناك، صلى العصر كمان جماعة. ويقولون أقل لهم يعني بالساحة توضوا وذهبوا علشان المسيرة. كنت أقول لهني يا عزمي لا تخرجني يعني أحيانا أخاف وكذا ولا شيء. يقول لي يما اللي عمره بالمية ما يموتش بالستين، يعني قضى وقدر هذا مكتوب. أقول له خلاص الله يوفقك إن شاء الله يوفقكم. يقول لا تخافش يما علينا، هي ذيك هي يومنا ونحن نتمنى الشهادة، من ما يتمناش إنه يموت شهيد؟ الشهادة حلو، يما بندخلك الجنة لو متنا أنا ولا عزم شهداء. أرجع أقول له الله يوفقك يعني ما عاد أقدر أقول له شيء. أول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى اختار شهيد وهو صدق الله، والله لباله يعني نيته ومطلبه، هو تمنى من الله الشهادة والله حقق له الشهادة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأم الشهيد عزمي واجهت مصيبتها بفقدان ابنها بالتقرب من الله والتسليم لأمره، فلا ضير إن لم تفارقها دموعها. أنا دائما أتابع المسيرة، أتابع لا في شيء بالتلفزيون. هذيك اليوم ما كنتش كذا كثير يعني اشتي اتفرج للسمن، وحتى لما هو مشى من عندي مشى انا كمان انه يعني يفعل له كذا ويفعل لي يعني كذا مع السلامه. اقول له مع السلامه يا عزمي. بعدين لما دخل عزم اقول له ليش ما رحتش المسيره انت مع ابوك واخوك؟ قال لي انا ما رحتوش يعني. ودخل عندي البيت يقول لي تعال اكلمك اشوف يعني. افتح التلفزيون كانت حتى الكهرباء طافيه، لما لسه فتحنا نسوا نشفي عن سقط شهيد سقط. عزم يقول لي يما في واحد بالحارة توفى مدري ايش. اقول يعني على الشيخ قريشة قل له نروح نعزي. قال لي لا ما نرى يعني، قلنا اجلس اول شوفي انا لو مت شهيد يعني احكي لي فضل الشهادة علشان يمهد لي الطريق. بعد لما اقول له ايوه يعني انت اتصلت لاخوك شفت اخوك فين؟ قال لي اتصلت لابي واخ عزمي بالمسيرة عادوا ما قاوش. شوية غني يعني كله راح يتصل عزمي، عزمي يخرج بسرعة يرجع لي بسرعة. ما قل لي اتصلت لابي وعزمي مدروح بالمستشفى. أنا قلت لي الله نروحنا يعني كنتو يعني كده براسي إنه صدق جرح تعال نروح المستشفى نشوفه. قال لي انتظري اتصل لابي ثاني مرة. يخرج اتصل لابو يرجع يقول لي يما عزمي استشهد. أنا صحت بالبداية وحاولت أتماسك نفسي لأنه كان شمسان أخو الصغير جنبي صح لما سقط أرض يعني دوخته كده وحاولت أتماسك نفسي. وبعدين كنت أقول اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. على حول ولا قوة إلا بالله وأتماسك نفسي. ما أدري إيش اللي كذا حاجة من داخلي شعور ما نشتاري إيش اللي طلع براسي كذا إنني أروح أصلي، أروح بسرعة أتوضى وأصلي وأروح أصلي ركعتين وأحمد الله يعني وأدعي الله سبحانه وتعالى أنه يصبرني ويا يعني وأقدر أتماسك لمصيبتي هذه. هي ليس المصيبة والله، هي هذه هدية من الله الرحمن الرحيم، ليس المصيبة.
الانتصار على الألم. ابني حيث شئت، فلم تعد الأملاح عائقا بعد اليوم مع إسمنت الوطني المقاوم للأملاح. الأملاح والرطوبة في التربة لن تؤثر في الأساسات والقواعد الخرسانية، خزانات المياه والحواجز والسدود. مع إسمنت الوطني المقاوم للأملاح ستستمر دهرا دون حاجة لإعادة الترميم. ملوحة البحار لن تفتت ما بنيت. إسمنت الوطني المقاوم للأملاح، مفهوم جديد سيحكم اختياراتك في البناء. إسمنت الوطنية، شريك البناء والتنمية. ياه أنا كده هتأخر. إيه ده؟ شادي نسي شراب مانجا تبع نجوم اللي بيحبه. بجد؟ ولا يهمك. استنوني شادي، شادي استنوني. ده شراب مانجا سبع نجوم بتاع شادي. أعمل إيه؟ ها؟ عاوز شراب سبع نجوم مانجا ولا فواكه؟ هاخد الاثنين. شراب في الفصل لا. خبي المانجا. ايه ده؟ شراب في الفصل؟ شراب سبع نجوم؟ اخضر وصل، الاخضر وصل، الأخضر 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 وصل، طبعا وصل. مبروك، الأخضر وصل. حليب طازج من مراعي حليب بقري طبيعي، حليب كل يوم. حليب طازج من مراعي، صحتك أفضل مع يماني. منذ طفولته مختلف عن الآخرين، يتمدد وجهه، ينسحب أنف وأذناه من مكانهما بشكل عجيب. كل ما كبر مرحلة الورم يزيد يرتفع معه، كل ما كبر ارتفع الورم. ما رجع عمل عملية ثانية من حقيبة مع الخلوصة عمل. قصة 20 عاما مع المرض ترونها في القلوب الرحيمة على قناة السعيدة في الأوقات التالية. لقد بدأ أبو الشهيد عزمي رحلة قاسية حين تأكد لهما خبر الاستشهاد. كانت إصابة الشهيد عزمي قاتلة في واحدة من أبشع أنواع القتل التي قوبل بها المتظاهرين السلميين. لحظات اختزلت حياة بأكملها. ظل شهيد عزمي مع رفاقه الذين سقطوا في يوم الديمقراطية حتى يوم الجمعة، ليصلي عليه الملايين في ميدان 60. 17 شهيدا زائدا الشهيد عزمي تم تشييعهم في موكب مهيب هز مشاعر الإنسانية، حملتهم الأكف الطاهرة بقلوب يملأها الأسى والحزن. وفي مقبرة شهداء الحرية والتغيير كانت بداية حياة جديدة لأرواح الشهداء، ليست المحطة الأخيرة كما يعتقد البعض. كان والد الشهيد خالد شمسان هو من وسد ابنه عزمي في قبره. كانت لحظات تطوى فيه الروح في رضا بالقضاء والقدر، يروي لنا ذلك والد الشهيد. من المواقف الأمور الذي يعني بيني وبين نفسي أنا أشتي أعمل له شيء أخير، أي شيء الذي أستطيع أعمل له خلاص هو قد استشهد، بس باقي لابد في شيء لابد أن أعمله. ف
فعزمت في نفسي لابد أن أوسده أنا وأنزله في القبر حتى يعني كان يعني نفسي هكذا تقول لي بأنه لا تخلي أحد ينزله أنت بيدك يعني برتاح أنا نفسيا وكأني والله عندما أنزلته في القبر وضعته في اللحد كأني وضعته على فراش لا خلاص ارتحت نفسيا يعني برغم أنه يعني بيوضع في القبر ويردم عليه التراب لكن يعني شعور نفسي بأنه لازم أفعل شيء فأرحت نفسي في هذا الجانب فلذلك وصلته في يعني بنفسي بيدي ما خليت أحد يعني ينزله في القبر فوصلته كل شيء والحمد لله على كل حال. رحل الشهيد عزمي خالد المقرمي عن حياة قصيرة لكنها غنية بأعماله الخالدة، فهو طالب في الثانوية العامة كان على موعد مع الاختبار النهائي لكن الأقدار سبقت ليفوز باختبار الدنيا ويكون عند ربه شهيدا ليلقى الله في نفس الموعد الذي جاء به إلى الدنيا. ولد يوم الجمعة الساعة 2:30 بعد الظهر، هذا خرج من بطن أمه في يوم الجمعة الساعة 2:30 بعد الظهر، وضعته في بطن الأرض يوم الجمعة الساعة 2:30 بعد الظهر، وهذه بتلاحظها حتى في الأشرطة الفيديو والكتاب التاريخ موثق عندنا وممكن بتصوروه على أساس يكون في الأمور تكون يعني حقيقية وبتصوروا تاريخ مولده وأخواته كلهم بكتابنا. ترك الشهيد عزمي المقرمي أمه وحيدة بفراقه تعيش وقتها بهمساته وضحكاته تترقب عودته فتذرف الدموع تستجديه ليعود، فهي تضمر في نفسها أشياء تريد أن تطلعه عليها، حينها ستودعه ليحيا هناك عند ربه دون عناء. من خرج زعلت أنني ما ودعتوش وما أني دائما لما يخرجوا أجلس بالباب أدعي لهم وأجلس هذه كلمة أقول اللهم ودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا الدعاء كل يوم أنا أدعيهم، هذه اليوم الوحيد الذي ما قلتش فيه هذا الدعاء لكن قلت الله يحفظكم ما أدري ليش يعني، بس كنت يعني اشتي أقول له كنت دائما أقول لهم يعني إني وكذا إنكم خرجتم على حق وتدي كلمة الحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وكنت اشتي بس أودعه وكذا أحضنه وأودعه وهنئه، بس سبحان الله هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. رحل الشهيد عزمي خالد عن عائلته ورفاقه وأهل حيه الذين لامس أوجاعهم فوقف بجانبهم كبارا وصغارا، فهذا صاحب المحل الذي يكن له صداقة حميمة وأياما لا تنسى، فقد كان الشهيد له رفيقا وجارا وأخا مقربا. إذا تكلمت عن الشهيد عزمي عن صفاته الشخصية أو بعض صفاته الشخصية، أتكلم عن ذلك الشخص الذي يأمر عيال أولاد الحارة بالصلاة في المسجد، وسبحان الله الوجه المبتسم المرح دائما، يعني شخص يرى المسكين فيساعده، يعني كنا نتعلم منه ونحن أكبر منه، طبعا هو طالب ونحن خريجين جامعة صح أو ندرس جامعة، بس ربما نتعلم منه صفات مع بعض الصفات الذي لا نتصف بها رحمه الله. إذا تكلمنا عن بعض صفاته يعني أو هذه الشخصية، أما الثورية فهو ذلك الشخص الثائر الذي يشحذون همه دائما ويتكلم معنا ويأمرنا أنه يعني لا يعني سبحان الله لا الإنسان ما يمشي من هذه الثورة، إحنا بدأنا ثورتنا ولا يمكن أن نتراجع عنها ولو قتلوا مليان، وإذا تكلمت بالعبارة حقها التقليدية فهو يقول كم سيقتلنا مليونا فنحن كلنا شهداء، وسبحان الله أكرمه الله بالشهادة ونالها. ذهب شهيد عزمي المقرمي حتى عن أصدقائه ومعجبيه على شبكة الإنترنت في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكثر من 200 صديق يفتقدونه. طبعا هذه صفحة الفيسبوك الخاصة بالشهيد عزمي خالد شمسان، هنا المعلومات حقه درس في أبو بكر الصديق ولد في 15 يونيو 1992، وهذه الصورة أنا أضفتها بعد استشهاده لأنه لدي كلمة المرور حقه، يعني كان يمني في كل شيء حتى أنه كلمة المرور حقه الفيسبوك كانت لدي، كان من خلالها يتواصل مع أصدقائه ويطرح آراءه في الثورة،
ومن خلالها ينشر الأخبار عبر الفيسبوك. كان لدي 184 من الأصدقاء طبعا، وكان يشارك بموضوعات منها أنه يقول يا عباقرة الثورة، من هنا من ميادين الثورة يولد التاريخ العظيم، ويقول كذلك هنا مشاركة أيها الثوار احذروا إن الذين يقومون بأنصاف الثورات يحفرون قبورهم بأيديهم. وهنا له آخر موضوع كتبه الشهيد، كان عن الدماغ وعلاقته بالوضوء، وطرح يضع صورة الدماغ ويذكره بعلاقته بالوضوء، موضوع يعني طويل لا بأس به. فكان سبحان الله عندما استشهد كان طارح صورة الدماغ في صفحته، فعندما استشهد دخلت الرصاصات من رأسه وخرج دماغه من الخلف. وهذا شمسان أخو الشهيد، هو الآخر مثقل بعثراته برحيل أخيه عزمي الذي لازمه في لعبه ورحلاته، فقد كان الشهيد رياضيا وسباحا ورساما ماهرا. ومن حب الشهيد لأخيه شمسان فقد خصه برسمه في لوحة بديعة. شمسان اليوم يعتز كثيرا بهذه الرسمة التي تذكره بالشهيد دوما. عزمي كان يعني معنا رحيم، يعني كان أي شيء نحتاجه نطلبه من عزمي يدي لنا هو، يعني يدي لنا هو، كان أي شيء كذا. فالذاك كان نشي مثلا يذاكر لنا، كان يذاكر لنا مثلا في معنا اختبارات ولا حاجة مسألة ما نقدر لها كلا عنده يذاكر لنا يحل لنا المسألة مثلا كذا. كان يعني يأخذني معه إلى الساحة إلى أي مكان يسير عليه، يأخذني معه إلى الساحة إلى أي مكان. كان رحيما علينا يعني جدا، كان رحيم جدا علينا. وأما أخوات الشهيد عائشة وبثينة ونعمة ومريم وعالية، هن الأكثر أنينا وجراحا بفقدان أخيهن. كان الشهيد عزمي يغدق عليهن بعاطفته الفياضة ليصبحن اليوم بدونه أسيرات للحزن. فهذه بثينة جراح مثخنة بفراق أخيها عزمي، تبحث عن إجابة لتساؤلاتها كي تطفئ غليانها لما رحل أخوها. عزمي كان مبتسما ضحوكا ورعا غيورا علينا محبا لنا، لم يحصل على الشهادة الثانوية ولكنه حصل على الشهادة في مدرسة التغيير لبناء يمن جديد قائم على العدالة والمساواة والحب. كان غير علينا، يحب انه يفرح نحنا، اي شيء يفرح امي ولا ابي يفرح نحنا يفعله، حتى اذا كان هو مش مقتنع فيه يعطينا الشيء اللي نحتاجه، اللي ياخذ مقتضيات البيت، مقتضيات البيت كله اللي يفعلهن اللي يجيبهن. كل شيء كان اعتمادنا عليه اكثر من عزام. اقول له هنيئا لك الشهاده مع سيد الشهداء والساده، انت في الجنه تنعم تاكل من كل ما لذ وطاب. قاتلك يقول يا ليتني كنت تراب، قاتلك في نار جهنم. يعني ايش هيقول ربه يوم القيامه؟ يقول يا رب قتلت هذا الشخص عشان علي عبد الله صالح، عشان اعطاني 2000. الـ2000 ولا شيء، لو يعطيك نزه الدنيا تحمل نفس برقبته؟ حرام. بثينة دموعها المنهمرة توحي بمعزتها لأخيها الشهيد، وتظهر حالة القهر والغبن برحيل أخيها. دفعها ذلك لتكتب محاولتها الشعرية الأولى ترثي أخاها الشهيد. ناديت ربك بأصل عظيم مطلع عبادة، اغفر لي وارحمني ربي، هب لي مقام الريادة. كان الشهيد عزم المقرمي كنسمة تتسلل إلى القلوب فتزيدها طمأنينة، لذا كان رحيله صدمة قوية دفعت طاقات إبداعية للظهور عند أفراد عائلته. هذا ما لمسناه وأكده لنا قريب الشهيد الأخ إسماعيل عبد المقرمي. فمن المواهب التي ظهرت لنا من أسرة الأخ خالد شمسان
يعني تخيل أنني أتيت إلى أبو هذا الشهيد يسلم عليه لأعزيه، فقلت له مثلا عظم الله أجرك، فيعني ضغط على يدي وقال لا بل اليوم تبارك لي وقل لي مبروك يعني على هذه الشهادة، فعلمني درس. ومن هذه الدروس كذلك أن مثلا زوجتي ذهبت إلى بيت الأخ خالد شمسان، فقالت دخلت يعني بيت أبو الشهيد فرأيت كل الناس حزينين، يعني ذهبت لأتحسس عن إخوانه وأمه فرأيتهم بأشد الفرحة. تلاقيت مع أختي أخواته الثنتين فقالت يصيحن بأعلى صوتهن أخونا استشهد بكل فرح وسرور. هذه من المواهب التي تفجرت في هذه الأسرة. فكذلك من المواهب، تخيل مثلا يعني يموت ولده، الأخ خالد شمسان مات ابنه وكان في فرح وحمد الله وشكر الله، فقام ورسم ولده بيده، وهذه الصورة موجود في هذا الخيمة، وتلا أبيات من الشعر. يعني أي عزيمة عند هذا الرجل يحمل، حتى أنهم أتوا إليه ليعزوه فاستقبلهم في بيته يومين، ثم رفض أن يعزوه في البيت فقال تعالوا وعزوني في الساحة، فكانت الساحة قال بيت للجميع ليعزوه. هذه بعض من المواهب، ومواهب أخرى يعني لاحظناها من أخيه الكبير عزام عندما قبل مثلا هذا الموقف، وكان لم نره منهار بل كان فرحا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل الوالد خالد شمسان أن ربى عياله على هذا الدين، فأكرمه الله سبحانه وتعالى أن يعني أعطى له صكا يعني وشهادة منه سبحانه وتعالى أنه سيشفع له ولده يوم القيامة. وأما أختا الشهيد نعمة ومريم هما كذلك حرما من أخيهما الشهيد الذي كان يغدق عليهما بحنانه، ذاكرتهما مليئة بمشاهد العنف، صور أخيهما الشهيد قتيلا تطاردهما دوما، طفولة تعرضت لقسوة العنف دون مبالاة. نعمة ومريم اليوم ترسلان أنشودتهما على إيقاع الحزن، معاني نابعة من القلب المجروح لكنها معبرة عن حبهما لأخيهما عزمي. عزمي ماذا واستشهد من بعد أن نبدأ النداء، عزمي ماذا مثل يعمل في سبيل النجوم البشر، ولم يؤذن لنا رغم الرصاص المنهمل، يبدي ما دام المنكسر في صدر العالي الناظر وبالدماء الطهير، عزمي ماضى واستشهد، عزمي ماضى، عزمي ماضى، عزمي ماضى واستشهد. رحل الشهيد الموهوب عزمي خالد المقرمي عن موهبته الفنية في الرسم، كان خليفة أبيه في الرسم والمقاولات والنضال، فمنزل الشهيد تجد فيه اللمسة الفنية والترتيب الهادئ الذي يمتزج بالإيمان والقرب من الله. والد الشهيد الرسام خالد شمسان يبدع الآن في رسم صورة الشهيد، حيث تجد معاني البراءة تأخذك إليها. كان شهيد عزمي قبلها قد رسم والده في صورة قبل استشهاده، فهما يتبادلان الوفاء والحب دائما بلمسة الفنان المبدع. سفكت من الدماء الكثير، ألا يكفي بأن تكون هذه الدماء ثمنا لحرية هذا الشخص، لحرية هذا الشعب وكرامة هذا الشعب، وأن يعيش هذا الشعب برخاء ونماء وعدل وحرية بعيدا عن التسلط بعيدا عن الظلم. وهنا غرفة الشهيد عزمي الخاصة به، حيث يعيش أباه في ذكراه، يستنشق عبيره ويلامس ذلك في أشيائه الخاصة التي أصبحت لها مكانتها وقدسيتها على القلب وذكرى للأيام الخالية. لكن والد الشهيد يتناول الأقدار برضا المؤمن الصابر، مع أن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع على فراقك يا عزمي. عزمي حقيقة أقول له هنأك الله، هنأك الله بما أنت فيه،
وحقيقة أنا الذي يصبرني فيه أنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وأحتسبه عند الله سبحانه وتعالى شهيد مهما أرجف المرجفون ومهما تحدث المتحدثون، فأنا مقتنع قناعة تامة بأنه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه رغم أنف الذين يتكلمون والذين يتحدثون بأنهم ليسوا شهداء وأنهم فليس لهم من الحجة شيء. فأنا كأب مقتنع اقتناع كامل بأنه شهيد، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، وأنه يعني أهنئه وأغبطه على هذه المكرمة وهذه الخاصية الذي اختصه الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يختصني الله سبحانه وتعالى بربكم. وستظل أم شهيد عزم المقرمي هي الأنكى جراحا والأشد إيلاما بفراق ابنها الشهيد، تهزمها الدموع وتصدر آهات الحنين إلى عزمي. تقبل شهادة عزمي يا أرحم الراحمين، اللهم شفعه فينا، اللهم زوجه ببنات الحور، اللهم اجعل قبره ريضا من رياض الجنة، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من بالماء الثلج والبرد، اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين، اللهم شفعه فينا، اللهم اجعل قصر الابن له قصرا في الجنة، اللهم اجعل روحه في جوف طير في قنديل من ذهب في عرش الرحمن، اللهم يا رب. رحل الشهيد عزمي عن أختيه الصغيرتين، عالية كانت أحب الخلق إلى قلبه، وهي كذلك عالية اليوم كفراشة في عائلتها، تطوف بينهم تبحث عن نور عزمي الذي توارى، تشكو حتى للعبتها غياب عزمي ولا تستصيغها بدونه، تحاول كتابة اسم الشهيد كي تخبره بحبها له، تضم صورته إليها وتمنحه قبولاتها، تناجيه بمعان تتقن حروفها وتشدو بها. عزمي نور العين فوسك نيمو زين اسمك الميمون يا غالي وكل حنين، ويوم الفراق كمر السنين، فخذ من شجوني ومن مهجتي وبلغ سلامي إلى إخوتي، وبتنا للقياك في لوعتي وأنعم